السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنقرأ كلمات ودروس يوني 2 الوحدة الثانية من كتاب المعاصر تانية إعدادي ترم أول 2025. Let's get started. يوني 2 وحدتنا الثانية بعنوان How are you feeling؟ كيف تشعر؟ هنبدأ من بيج 66 صفحة رقم 66. هنقرأ الفوكابيولاري المفردات للسنز 1 and 2 للدرس الأول والثاني. كل كلمة هنقرأها مرتين. جناح أو عنبر في مستشفى ward ward. كشك لبيع الطعام food stall food stall. يركن سيارة أو حديقة عامة park park. يتواصل أو يتصل communicate communicate. فن الخط calligraphy calligraphy. البي والاتش بتدينا الفاص ساوند صوت حرف الاف calligraphy. فن الخط calligraphy. الخياطة أو الحياكة sewing sewing. لغة الإشارة sign language sign language. أصم يعني لا يسمع deaf deaf. يصلح repair repair. طبعا قلنا الرموز اللي ما بين الأقواس الان معناها ان الكلمة دي noun اسم والفي معناها ان الكلمة ديت verb فعل. في طبعا كلمات بتبقى اسم وفعل مفيش مشكلة، يعني مثلا بارك حديقة عامة وبارك يركن السيارة يعني اسم وفعل. كمان عندنا دي اختصار adjective يعني صفة. نحل البوك كويز. عندنا complete the following sentences using the words in the box. هنكمل الجمل باستخدام الكلمات اللي في الصندوق. هنا communicate يعني يتواصل، repair يصلح، sign language لغة الإشارة، food stall كشك الطعام، وword يعني قسم أو جناح أو عمر. طب summer works as a doctor. summer بتعمل كطبيبة. in the children's في إيه؟ إن السلام هوسبيتال في قسم إيه؟ في جناح إيه؟ في جناح الأطفال في مستشفى السلام. طيب اسمه children's ward ward يعني عنبر أو جناح. تمام؟ طيب مسؤولة عن جناح الأطفال يعني تشتغل فيه الطبيبة. I bought some biscuits. أنا شريت بعض البسكوت from منين؟ on the street corner على ناصية الشارع. من كشك الطعام اللي على ناصية الشارع. كشك طعام يعني food stall. My car broke down. سيارتي تعطلت. Can you it please. هل يمكن أن تصلحها لي من فضلك؟ يصلح يعني repair. deaf people الناس الصم. الصم يعني مش اللي مش بيسمع. okay. deaf people use it to communicate together. الصم يستخدمون ايه عشان يتواصلوا مع بعض؟ يستخدموا sign language لغة الإشارة لكي يتواصلوا سويا. بعد كده نكمل المفردات. jobs يعني وظائف. موظف مركز اتصالات call center worker call center worker. مهندس كمبيوتر أو مهندس حاسبات computer engineer computer engineer. ممرض أو ممرضة nurse nurse. ضابط شرطة police officer police officer. عامل أو بائع في محل shop worker shop worker. بائع طعام متجول في الشارع street food seller street food seller. طباخ cook cook. فنان أو رسام artist artist. رحلة مدرسية school trip school trip. المرضى patients patients. المرضى patients. سائحون tourists tourists. يتسلق climb climb. اما احط نقطه تحت حرف يعني معناه سايلنت يكتب ولا ينطق. اوكي يتسلق climb. متعب tired tired. يلوح بيده wave wave. بيج 67 صفحه 67. يحدث happen happen. الليله tonight tonight tonight. نافورة fountain fountain. لوحة مفاتيح keyboard keyboard. إلى حد ما quite quite. وهنا جايب لك في ما بين قوسين اختصار كلمة adverb يعني ده حال حال أو ظرف. quite يعني إلى حد ما ده adverb. طيب quite مفاجأة surprise surprise.
تقليدي traditional traditional تقليدي traditional جار neighbor neighbor الجي والاتش سايلنت neighbor فلافل أو طعمية فلافل فلافل مهارة skill skill يتخيل imagine imagine يبحر بالقارب sail sail دهان أو تلوين أو لوحة فنية يعني painting painting نادي الفنون art club art club جميل lovely lovely يرقص dance dance تصريف الأفعال يقود سيارة drive drove driven drive drove driven يفهم understand understood understood understand understood understood يخيط سو sewed sewn سو sewed sewn يقف stand stood stood stand stood stood يلحق بي أو يصطاد catch caught caught catch caught caught بعد كده عندنا definitions تعريفات تعريف بار كيركن سيارة معناها بوت أكار تضع سيارة أو لوري شاحنة كبيرة أو فان شاحنة صغيرة اتسترا إلى آخره in a place في مكان where it can stay for a period of time انت تضع السيارة أو الشاحنة الكبيرة أو الصغيرة أو ما إلى ذلك في مكان ما يمكن أن تبقى فيه لفترة من الوقت ده اسمه إيه يركن السيارة أو مكان ركن السيارة طيب بعد كده عندنا هنا sign language لغة الإشارة a way of talking to people who cannot hear هي طريقة للتحدث مع الأشخاص الذين لا يسمعون using hands instead of words باستخدام الأيدي بدلا من الكلمات هنا word يعني عنبر في مستشفى a large room يعني غرفة كبيرة in a hospital في مستشفى for people للناس who need to stay in the hospital for one night or more يعني غرفة كبيرة في المستشفى للأشخاص اللي بيحتاجوا ان هم يبقوا في المستشفى لليلة واحدة او اكثر street food seller طيب بائع الطعام المتجول في الشارع a person هو شخص who prepares بيعد or sells او يبيع food الطعام in the street في الشارع sometimes احيانا from a van احيانا من شاحنة صغيرة or stall او كشك ال police officer ضابط الشرطة This person helps to keep people safe in the streets. يساعد هذا الشخص في الحفاظ على سلامة الناس في الشوارع. أو a male or female member of the police. أو فرد من الشرطة سواء ذكر أو أنثى. بيعمل في الإيه في الشرطة يعني. Call center worker موظف مركز الاتصالات. هو a person who works in a big office هو شخص بيعمل في مكتب كبير in which people حيث الناس speak بتتحدث to customers للعملاء أو للزبائن on the phone عبر التليفون ممكن برضو نقول this person الشخص ده اللي هو عامل مركز الاتصال أو موظف الاتصالات هو شخص speaks بيتحدث to people on the phone مع الناس شخص بيتحدث مع الناس في التليفون he or she هو او هي helps them بيساعدوا الناس دول with their problems على مش ايه في مشكلتهم زي اللي بتتصل مثلا بخدمة عملاء بتاعة تليفون ولا حاجة يرد عليك يشوفوا ايه المشكلة اللي عندك يعني ده اسمه call center worker موظف في مركز اتصالات page 68 مكملين في ال definitions في التعريفات تعريف الشوب worker عامل في محل This person الشخص ده helps in بيساعد في a place مكان which sells things بيبيع الأشياء. الكمبيوتر engineer مهندس الكمبيوتر you call this person انت بتتصل بالشخص ده if there is a problem لو في مشكلة with your computer system في نظام الكمبيوتر بتاعك أو هو a person شخص هو مهندس بيصلح or works أو بيعمل with computers بالكمبيوترات. كاليغرافي يعني فن الخط هو beautiful writing كتابة جميلة using special pens باستخدام أقلام خاصة or brushes أو فرش communicate يتواصل أو يتصل يعني share information يتشارك المعلومات with others مع الآخرين by speaking عن طريق التحدث writing كتابة or in other ways أو بطرق أخرى deaf يعني أصم لا يسمع not able to hear ليس له القدرة على السمع anything سماع أي شيء يعني or not able to hear well أو مش قادر يسمع بشكل جيد food stall كشك الطعام في الشارع a large table هي مضادة كبيرة or bin open shop أو يعني محل مفتوح in the street في الشارع where people حيث الناس cook بتطبخ and sell food وتبيع طعام
look forward to يتطلع إلى أو يتمنى، معناها feel pleased تشعر بالسعادة and excited وحماس about something تجاه شيء that is going to happen هيحدث. make sure يتأكد من، معناها take special care إن أنت يعني تأخذ رعاية خاصة and attention واهتمام to do something لفعل شيء. synonyms and antonyms مترادفات وعكسها الكلمة ومرادفها وعكسها. مشغول busy busy بتساوي crowded crowded عكسهم فارغ empty empty be silent empty. آمن safe safe بتساوي protected protected محمي وعكسها خطير dangerous dangerous. كسول lazy lazy بتساوي غير نشط يعني inactive inactive عكسهم نشيط يعني active active. شاعر بالملل bored bored بتساوي uninterested uninterested عكسهم منفعل أو متحمس excited excited. prefixes and suffixes مقاطع بداء أو نهاية، عندنا build يبني لو أضفت لها اللحظة ing تبقى بناء building. sell يبيع أضف لها اللحظة er تبقى seller بائع. work يعمل أضف لها اللحظة er تبقى worker عامل. tradition تقليد أضف لها اللحظة al تبقى traditional تقليدي. love يحب أضف لها اللحظة ly تبقى lovely جميل أو محبوب. dangerous هنا danger خطر أضف لها اللحظة ous تبقى dangerous خطير. building seller worker traditional lovely dangerous. صفحة 69 choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. to turn the verb عشان تحول الفعل love يحب into an adjective لصفة ويقاد بنضيف إيه اللحقة إيه اللحقة ly تبقى lovely جميل. the antonym antonym يعني العكس of the word عكس كلمة safe آمن is إيه كلمة dangerous خطير. the word is bored كلمة شاعر بالملل and uninterested وغير مهتم are الاثنين مترادفات synonyms. the place المكان is very busy يعني مشغول جدا. this means it is معنى ده ايه ان هو مزدحم يعني crowded. important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر هامة. يذهب في رحلة مدرسية go on a school trip go on a school trip. يتأكد make sure make sure. يأخذ قسطا من الراحة have a rest have a rest. يتناول وجبة عشاء دسمة have a big dinner have a big dinner. يفاجئ give a surprise give a surprise. يصطاد سمكا catch fish catch fish. يجهز كل شيء get everything ready get everything ready. يتجول حول المدينة بالسيارة drive around the city drive around the city. يجلس بجانب sit by sit by. يمكث أو يظل بي stay at stay at. يصنع من أجل أو يصنع من أجل make for make for. يتواصل مع شخص communicate with communicate with. علب من tens of tens of. يبحث عن look for look for. في بيج 71 في صفحة رقم 71 في reading and listening skills مهارات القراءة والاستماع، تعال نشوف الريدنج ده نصوص القراءة دي. وبيقول لك أول كلام إيه 3 a.m. in Cairo الثالثة صباحا في القاهرة. تعالوا نشوف الناس دي وظائفها إيه وبتعمل الساعة 3 الفجر في القاهرة. تعالوا نشوف. أول واحدة بتقول I am looking after patients أنا بعتني بالمرضى at a hospital في مستشفى. It's very busy بتبقى مزدحمة قوي. I am looking after children أنا بعتني بالأطفال in the children's ward في عنبر الأطفال. I like my job أنا بحب وظيفتي. But I am feeling tired tonight لكن أنا الليلة بشعر بتعب. I am looking forward to going home أنا بتطلع للذهاب للبيت and having a rest وأحصل على فترة راحة. طيب هنا اللي ماضية أمل طبعا أمل بتشال إيه نيرس ممرضة. طيب اللي داخل عربية البوليس الشرطة دي بيقولوا we are driving around the city إحنا بنقود السيارة حول المدينة and making sure وبنتأكد that people إن الناس are safe آمنين in the streets في الشوارع. we aren't very busy tonight لكن الليلة إحنا مش مشغولين قوي.
It's cold, الجو برد, so everyone is staying at home. عشان كده كل واحد قاعد في البيت. Adele's feeling a bit bored. عادل شاعر بالقليل من الملل. And I am feeling hungry وانا اشعر بالجوع. I am looking forward to having breakfast. انا بتطلع لتناول الافطار. Policemen بقى الراجلين الشرطة دول مضوا اسمعهم عماد and عادل. طيب تالت واحد بيقول I am barking my food stall. انا بركن كشك الطعام بتاعي here هنا because it's the best place عشان ده افضل مكان in the city في المدينة. Lots of people كثير من الناس and the tourists والسائحين come this way بيجوا من الطريق ده. People start to buy their breakfast. الناس بتبدأ تشتري الفطار بتاعها at 6 a.m. في السادسة صباحا. I am getting everything ready. أنا بقى يعني بأعد كل شيء, بجهز كل شيء. I am feeling cold. أنا بشعر الصبح بدري ده بالبرد. And I am looking forward to drinking some hot coffee. وبتطلع لشرب بعض القهوة الساخنة. ومضى اسمه في الآخر كمال. طبعا كمال دوت street food seller, بائع طعام في الشارع, بائع متجول يعني. بس هو مثبت الكشك بتاعه في مكان عشان ده أفضل مكان في المدينة. اما اللي كانوا قبله بقى اللي هي عربيه الشرطه دي كان فيها ايه 2 بوليسمان راجلين شرطه في بيج 72 صفحه 72. هنا بيقول لك يعني جاوب مين اللي ممكن يكون بيقول الكلام ده. اول واحد بيقول I'm sorry, انا اسف سير, يا سيدي. But you can't leave your car here, لكن لا يمكنك ان تترك سيارتك هنا. طبعا اللي بيقول الكلام ده بوليس اوفيسر, ضابط شرطه. طيب في سيده بتقول there seems to be a problem with the keyboard, يعني يبدو ان في مشكله مع الكيبورد ولوحه المفاتيح. But it won't take me long, لكن مش هياخد وقت طويل. طبعا اللي بيقول كده ده كمبيوتر انجينير, يعني مهندس كمبيوتر. طيب سيده بتقول good morning, صباح الخير. This is Dina speaking, دينا اللي بتتكلم. How can I help you, كيف يمكنني مساعدتك. اللي بتتكلم كده دي الكول سنتر وركر, عامل مركز الاتصال. في راجل بيقول Are you looking for tins of beans, انت يعني عاوز علب فول. You can find them, ممكن تلاقيهم on the top shelf, على الرف العلوي over there هناك. ده طبعا الشوب وركر, عامل المحل. هنا في درس ريدنج, هنا اصدقائنا ده بيقول Hi I am زياد, اهلا انا زياد. I live with my mom, بعيش مع مامتي and dad وبابايا in a small flat, في شقة صغيرة in Mania, في المنيا. At the weekend, في عطلة نهاية الأسبوع, I am usually quite lazy, أنا عادة ببقى كسلان إلى حد ما. ودول بيقولوا Hello, I am Angie and this is my sister, يعني أهلا أنا Angie ودي أختي آية. We live near the sea, نحن نعيش بالقرب من البحر. في بيج 73 صفحة 73 بنكمل مع أصدقائنا زياد وإنجي وأختها آية. هنا زياد كان وإنجي وآية هنا. فزياد بيقول إيه, بيعمل إيه في عطلات نهاية الأسبوع بقى. بيقول On Friday evening, يعني في يوم الجمعة بالليل, My parents, والدي and I, وأنا usually have a big dinner, بنتناول عادة عشاء كبير with my grandparents, مع أجدادي. And we sometimes, وإحنا أحيانا stay at their house, بنجلس في بيتهم. It's bigger than our flat, هو أكبر من شقتنا. أما بقى on Saturday morning, في يوم السبت الصبح, I often stay in bed, أنا غالبا ببقى في الفراش. And then وبعد كده I have a late breakfast, بفطر فطار متأخر with my grandmother, مع جدتي. She is a fantastic cook, هي طباخة ماهرة. In the afternoon, بعد الظهر, I do my homework, بعمل واجبي. انجي واختها آية بيقولوا My father and my uncle, يعني انجي بتقول بابايا وعمي, have an old boat, عندهم قارب قديم, which they are repairing, بيصلحوه. I am learning to sail, انا بتعلم ان انا ابحر. But Aya doesn't like the water very much, لكن Aya مش بتحب المياه جدا. As a weekend, في عطلة نهاية الاسبوع, we do our homework, بنعمل واجبنا. And on Saturday, وفي يوم السبت, we sometimes, احنا احيانا spend time, بنقضي وقت with our father, مع بابانا and uncle وعمنا, on their boat, على القارب بتاعهم. طيب هنا اصدقائنا بيقولوا كل واحد بيعمل ايه في الهوليداي بتاعته, في الاجازه بتاعته. طيب تامر بيقول I am تامر, انا تامر. At the moment, في هذه اللحظه, I am learning a new skill, انا بتعلم مهاره جديده. I am learning sign language, انا بتعلم لغه الاشاره. So I can communicate, عشان كده انا بقدر اتواصل better, بشكل افضل, with my cousin سامي, مع ابن عمي سامي. سامي is deaf, سامي اصم. He can't hear, لا يستطيع ان يسمع. He is learning sign language, هو بيتعلم لغة الإشارة at school too, في المدرسة أيضا.
I am having sign language lessons. أنا باخد حصص في تعلم يعني لغة الإشارة on Saturday morning في يوم السبت الصبح. So I can give Sammy a surprise. يعني أنا ممكن أعمل لسامي مفاجأة. إيمان بتقول I am إيمان. أنا إيمان. At the weekend في عطلة نهاية الأسبوع I am learning. أنا بتعلم to do lots of new things. كثير من الأشياء الجديدة. فعل كثير من الأشياء الجديدة. Our neighbor gardener Mr. عثمان. الأستاذ عثمان is in hospital at the moment. في المستشفى في هذه اللحظة. With some other neighbors. مع بعض الجيران الآخرين. In our building. في المبنى بتاعنا. We are repairing his flat. احنا بنصلح الشقة بتاعته. He lives in a lovely flat. هو عايش في شقة جميلة. But he can't look after it at the moment. لكن هو لا يستطيع أن يعتني بها في هذه اللحظة. My sisters, إخواتي البنات and I وأنا are painting. بندهن أو بنلون the kitchen, المطبخ. بندهن يعني بنطل المطبخ بندهنه. And I am also sewing some new curtains. وأنا أيضا بخيط بعض الستائر الجديدة. أما منال في صفحة 74 بتقول I am منال. أنا منال. مونا and I أنا ومونا are starting a calligraphy. بدأنا فن الخط and art club at school. يعني إحنا بناخد زي حصص كده في النادي المدرسي الفني. بناخد حصص بنتعلم فيها فن الخط. تمام؟ في الارت كلاب في النادي الفني at school في المدرسة. We are very excited. إحنا متحمسين جدا about it. يعني بفكرة الكاليغرافي دي فن الخط. My uncle is an artist. عمي فنان. And he is coming to the school to teach us. وعمي فنان وبيجي يدرس لنا في المدرسة. We are studying. احنا بندرس traditional Arabic calligraphy. يعني فن الخط العربي التقليدي. And we are enjoying وبنستمتع it be very much جدا. I am making a calligraphy book. أنا بقوم بعمل الآن كتاب عن فن الخط for my uncle لعمي as a present كهدية. بعد كده عندنا lessons 3 and 4 الدرسين الثالث والرابع page 84 صفحة 84. نقرأ المفردات. ضيف أو نزيل guest. guest. ميناء board. board. مطار airport. airport. حقيبة سفر suitcase. suitcase. حفل زفاف wedding. wedding. يناسب أو يلائم أو بدلة suit. suit. إزالة الأعشاب الضارة من الأرض الزراعية weeding. weeding بمفرده alone. alone. مخطط أو مقلم striped. striped. نموذج أو شكل مرسوم pattern. pattern. معلق hanging. hanging. مراهق teenager. teenager. ممتن أو شاكر grateful. grateful. جلد بشري أو حيواني skin. skin. adverbs يعني ظروف بحماس أو بانفعال excitedly. excitedly. بسعادة happily. happily. بشراهة hungrily. hungrily. بصوت عالي loudly. loudly. ببطء slowly. slowly. بهدوء quietly. quietly. بسرعة quickly. quickly. بكسل lazily. lazily. بسهولة easily. easily. بحرص أو بعناية carefully. carefully. famous places أماكن مشهورة. حديقة الأزهر اسمها الأزهر بارك. مسجد أم السلطان شعبان. مسجد أثري اسمه أم السلطان شعبان موسك. نحل البوك كويس. complete the following. أكمل التالي. هنكمل الجمل باستخدام wedding حفل زفاف airport مطار teenagers مراهقين و grateful ممتن أو شاكر. We are very grateful to you for your help. نحن عايزين نقول ممتنين جدا على مساعدتك. احنا ممتنين جدا على مساعدتك. طيب ممتن أو شاكر يعني grateful. سوها's a party was great. We enjoyed a lot. عايزين نقول حفل زفاف سوها كان رائع لقد استمتعنا كثيرا. حفل زفاف يعني wedding. People whose ages are from 13 to 19 are called. الناس اللي عمرهم بين 13 ل19 سنة بيسموا ايه؟ بيسموا teenagers مراهقين. نكمل المفردات. يعامل أو يعالج treat. treat. head sharp. sharp. زحام من الناس أو حشد crowds. crowds.
صخور روكس روكس. الصفحة اللي قدامها 85 صفحة 85 يدعو invite invite زوج husband husband ملعب أو فناء playground playground فريق كرة القدم football team football team أكياس التسوق shopping bags shopping bags لطيف أو جميل أو حلو المذاق sweet sweet مقدمة foreground foreground خلفية background background سعادة happiness happiness قلق worried worried مسرور pleased pleased مجلة magazine magazine يستمر continue continue يقترح suggest suggest أول جيب تتنطق زي دي كده suggest تصريف الأفعال يتحدث أو يتكلم speak spoke spoken speak spoke spoken يختار choose choose chosen choose choose chosen يغني sing sang sung sing sang sung definitions تعريفات تعريف teenager المراهق a boy الولد or girl أو البنت aged اللي سنهم ما بين 13 to 19 ما بين 13 ل 19 normal يعني طبيعي معناه usual عادي not different مش مختلف alone بمفرده يعني not with other people ليس مع الناس الآخرين grateful ممتن أو شاكر هو feeling الشعور and showing ان انت وكمان تظهر that you want to thank someone ان انت عايز تشكر شخص ما because of what they have done or given you عشان الشيء اللي هم عملوه معاك او يعني اعطوك اياه وكمان الامتنان او الشكر يعني the feeling happy شعور بالسعادة about the good things للاشياء الجيدة in your life في حياتك ان انت تشعر بالسعادة تجاه الاشياء الكويسة في حياتك ده اسمه في الحالة دي ان انت بتبقى ممتن او شاكر grateful in the background في الخلفية يعني the part that seems fairer to you يعني الجزء اللي هو بيبدو ان هو ابعد ليك in a picture في صورة or a photograph او في صورة فوتوغرافية in the foreground في المقدمة the part that seems nearest الجزء اللي بيبدو أقرب ليك to you in a picture في صورة or photograph أو صورة فوتوغرافية sharp head having a thin edge or point يعني حاجة لها حفة أو thin head that can cut something ممكن تقطع بيه شيء or make a hole أو تقوم بعمل صب in something في شيء stride المخطط أو المقلم with long narrow lines بيبقى فيه خطوط طويلة وضيقة of color من اللون that are a different color بيبقى لون ممكن مختلف from the areas عن المنطقة next to them اللي حواليه أو بجواره towards يعني اتجاه in the direction of بيبقى في نفس الاتجاه or closer أو قريب to somebody لشخص ما أو something لشيء A wedding حفل الزفاف a ceremony احتفال in which people حيث الناس get married بتتزوج careless مهمل not paying enough attention مش يعني بيعطي اهتمام كافي to إلى what you are doing اللي انت بتعمله ان انت بتديش اهتمام كافي للشيء اللي انت بتعمله يبقى انت كده مهمل careless page 86 صفحة 86 في word الكلمة synonym المرادف و antonym العكس غامق اللون dark عكسها فاتح اللون light جي وال اتش سايلنت dark و light خاطئ أو مخطئ wrong بتساوي incorrect عكسهم صحيح أو على حق right أو correct يتذكر remember بتساوي recall عكسهم ينسى forget طبيعي normal بتساوي usual عكسهم غير طبيعي abnormal يركب وسيلة مواصلات get on ينزل من وسيلة المواصلات get off ودود friendly بتساوي kind عطوف عكسها غير ودود unfriendly prefixes and suffixes مقاطع بدائية ونهاية friendly ودود لو أضفت لها البدائية UN تبقى غير ودود unfriendly تعطي عكس المعنى يعني normal يعني طبيعي لو أضفت لها البدائية AB تبقى غير طبيعي abnormal care رعاية لو أضفت لها اللاحقة FUL تبقى careful حريص friend صديق لو اضفت لها اللاحقه ly تبقى ودود friendly
هابي سعيد لو اضفت لها الحرف ان اي اس اس تبقى سعاده هابينس. ان فريندلي اب نورمال كيرفول فريندلي هابينس. شوز ذا كريكت انسر. اختار الاجابه الصحيحه. Everyone here, كل واحد هنا has been very friendly towards us. كل شخص هنا كان ودود حقا تجاهنا. The synonym المرادف او المعنى of the word لكلمة friendly ودود is ايه؟ اللي بيساوي كلمة ودود كلمة kind يعني عطوف او طيب. To get the noun عشان تحصل على الاسم from the adjective من الصفة happy سعيد we add بنضيف اللاحقة n-e-s-s تبقى happiness السعادة. When something is incorrect لما يكون في شيء غير صحيح this means ده معناه it is a ان هو wrong خطأ. Remember تذكر and forget. طب كلمة يتذكر remember and forget وينسى are a يتذكر وينسى عكس بعض يبقى opposites كلمات وعكسها remember يتذكر عكسها forget ينسى. To give the opposite عشان تجيب عكس of the adjective عكس الصفة normal طبيعي وعادي we add the prefix نضيف البادئة ap تبقى abnormal غير طبيعي أو غير عادي يعني abnormal. Important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر هامة بيج 87 صفحة 87. يتزوج get married get married. يتسلم رسائل نصية من get texts from get texts from. يقوم بأشياء رائعة do exciting things do exciting things. أسفل التل down the hill down the hill. يكون صداقات جديدة make new friends make new friends. يلتقط صورة بالكاميرا الأمامية للهاتف take a selfie take a selfie ياخد صورة سيلفي يعني. طب كالمعتاد as usual as usual. يفعل شيئا جيدا أو طيبا do something kind do something kind. يلحق بالطائرة catch a plane catch a plane. يشعر بالسرور feel pleased feel pleased. يبتسم لي smile at smile at. يصعد إلى متن الطائرة get on a plane get on a plane. في الخلفية in the background in the background. في مقدمة in the foreground of in the foreground of. في وسط in the middle of in the middle of. تجاه اليمين towards the right towards the right. على جهة اليسار on the left on the left. يسخر من laugh at. الجي والاتش هنا تنطق زي الاف كده تمام laugh at. يكون شاكرا او ممتنا لي be grateful for be grateful for. للمرة الاولى for the first time for the first time. في بيج 89 صفحة 89 في reading and listening skills مهارات القراءة والاستماع وبعض اصدقائنا بيشاركونا صور من عندهم وهو يعني في الاول كده بيقولك انت ازاي بتحتفظ بالذكريات بتاعتك مثلا ممكن تصور صورة حلوة تسجل فيديو جميل. طيب هنا اصدقائنا بيشاركوا معنا صور لذكرياتهم فالبنت الجيرلي وان البنت الاولى بتقول This is a photo of my sister's wedding. دي صورة لزفاف اختي. It's at the end of the day وده في نهاية اليوم في نهاية حفل الزفاف and the guests والضيوف are slowly leaving but أو يرحلوا ببطء. طيب most of the family لكن بقى معظم الأسرة are still there so لكن لسه معظم الأسرة ما زالت إيه موجودة هناك على الرغم من ذلك and still enjoying the party وما زالوا بيستمتعوا بالحفلة. That's my sister smiling happily at the camera. ودي أختي بتضحك بسعادة للكاميرا. And the man next to her والراجل اللي بجوارها is يوسف هو يوسف her husband زوجها. وفي boy one في الولد الأول بيشاركنا صورته وهو في رحلة بيقول That's my class the firstly on our school trip في رحلتنا المدرسية to the mountains للجبال. We are sitting carefully احنا بنجلس بحرص on the rocks على الصخور. Because they are very sharp عشان الصخور حادة جدا. We got up at 5 o'clock احنا استيقظنا الساعة الخامسة in the morning في الصباح and walked 4 hours ومشينا لساعات and hours وساعات. You can't see me لا تستطيع أن تراني in this picture في الصورة دي.
I am sitting under a tree لأن أنا جالس تحت شجرة and hungrily eating my lunch وبتناول غدائي بجوع. بوي تو الولد الثالث بيشاركنا صورته وهو في المطار بيقول This is me ده أنا at the airport في المطار I am waiting excitedly وأنا بنتظر بحماس to get on a plane عشان أركب على متن الطائرة for the first time لأول مرة My family were with me أسرتي كانت معايا but you can't see them لكن لا تستطيع أن تراهم في الصورة يعني because my sister بسبب أن أختي is taking the photo بتلتقط الصورة while بينما my parents والدي are quickly بسرعة buying راح يشتروا يعني some sandwiches بعض السندوتشات for us لنا to eat on the plane عشان ناكلهم على متن الطائرة بعد كده عندنا جيرل 2 البنت الثانية بتشاركنا صورة بنت عمتها فبتقول This is my aunt's new baby دي البيبي الجديدة بتاعت عمتي Isn't she sweet أليست حلوة She is laughing loudly هي بتضحك بصوت عالي in this picture في الصورة دي Because she can see عشان هي بتستطيع انها ترى My aunt's cat قطة عمتي She always laughs هي دايما بتضحك when she sees this cat لما تشوف القطة دي She thinks هي بتعتقد it's very funny إنها مضحكة جدا في page 90 في صفحة رقم 90 في عندنا صورة هي في حديقة الأزهر فالبنت بتقول إيه This is a photo of my family دي صورة أسرتي in الأزهر بارك في حديقة الأزهر in Cairo في القاهرة My mother, mommy and my sisters وإخواتي البنات are sitting under a tree جالسين تحت شجرة in the foreground of the photo في مقدمة الصورة in the background في خلفية الصورة you can see the أم السلطان شعبان موسك ممكن تشوف مسجد أثري اسمه أم السلطان شعبان the tree الشجرة is towards the right ناحية اليمين of the photo من الصورة and my eldest sister ريم وأختي الكبيرة ريم is sitting جالسة in front of it يعني أمامها Our mother مامتنا is behind here مامتنا وراها زي ما انتم شايفين كده في الصورة We can't see her face لا نستطيع أن نرى وجهها My middle sister أختي الوسط تاليا is in the middle of the picture في منتصف الصورة She is taking a selfie بتلتقط صورة سيلفي As usual كالمعتاد واضح أنها بتحب تلتقط صور سيلفي يعني Our aunt عمتنا is behind them وراهم أهي down the hill في أسفل التل and on the left وعلى اليسار موجودة اهي I think she is getting ready أعتقد أنها بتستعد to take a photo too أنها تلتقط صورة أيضا بعد كده عندنا موضوع reading قراءة عن happiness for teenagers السعادة للمراهقين It's normal to get worried or feel sad sometimes يعني انتوا في سنكم من سن 13 ل19 من الطبيعي ان انتوا تشعروا احيانا بالقلق او الحزن but what helps teenagers بس ايه اللي بيساعد المراهقين to feel happy ان هم يشعروا بالسعاده we found 5 things احنا وجدنا 5 اشياء that can help ممكن تساعد 5 حاجات ممكن تعملهم هتخليك تشعر بسعاده اول حاجه get lots of rest يعني احصل على الكثير من الراحه teenagers المراهقين often غالبا don't sleep enough مش بيناموا بشكل كافي but this is a time لكن ده الوقت in your life في حياتك when you need a lot of sleep محتاج في نوم كتير young people الشباب who sleep 8 to 10 hours a night الشباب اللي بيناموا ما بين 8 ل 10 ساعات a night في الليل مش في النهار are much happier بيبقوا أسعد تاني حاجة عشان تبقى سعيد be friendly كن ودود It's good to be alone sometimes يعني من الجيد ان انت تكون بمفردك احيانا but people لكن الناس need people الناس محتاجة الناس spend time with your family اقضي وقت مع اسرتك and also try to make new friends وحاول تكون صداقات جديدة because this makes teenagers happy عشان ده بيجعل المراهقين سعداء go outside اذهب بالخارج people need nature الناس محتاجة الطبيعة to be happy عشان تبقى سعيدة Go to the desert اذهب للصحراء or the river او لنهر or if you live او لو انت بقى بتعيش in the city في المدينة go to a park اذهب لحديقة عامة كمان help someone ساعد شخص لما تساعد الناس هتشعر بسعادة when you do something kind for someone else لما انت تعمل شيء عطوف او طيب لشخص اخر شخص ما آخر This makes you feel happy too ده كمان بيخليك تشعر بسعادة أيضا Try it جرب كده You feel really good ستشعر أنك بحالة جيدة حقا
وفي الصفحة اللي قدامها بيكمل الأشياء اللي ممكن نعملها عشان نكون سعداء، زي be grateful، كن ممتن. One of the best ways، واحد من أفضل الطرق to be happy، إن أنت تبقى سعيد، is to remember، إن أنت تتذكر the good things، الأشياء الجيدة in your life، في حياتك، and feel pleased about them، وتشعر بالسرور تجاههم. يعني مش كل حاجة وحشة في حياتنا، أكيد في حاجة كويسة، افتكر الحاجة الكويسة ديت ودايما نشكر ربنا عليها عشان يزيدك من واسع فضله. هنا بقى في صديقنا أسامة باعت لمجلة مشكلة عنده، فبيقول ايه، Dear Help ماجازين، يعني عزيزتي المجلة او مساعد المجلة اللي هيساعده هيرد عليه، قال ايه بقى، I am a normal teenager، انا مراهق عادي، but I often، لكن احيانا feel worried، بشعر بالقلق about things، تجاه الاشياء. Every day، كل يوم، I stay at home، بقعد في البيت، and do my homework، وبعمل واجبي. Then I get texts from my friends، بعد كده بحصل على رسائل من أصدقائي، and they say، وهم بيقولوا they are all، إن هم كلهم doing exciting things، بيقوموا بعمل أشياء مثيرة. What am I doing wrong، يعني إيه الغلط اللي أنا بعمله. I do well at school، أنا بعمل جيدا في المدرسة، and I enjoy my weekends، بستمتع بعطلات نهاية أسبوعي with my family، مع أسرتي. We often go to the park، احنا بنذهب للحديقة، او غالبا بنذهب للحديقة العامة، or the beach، او الشاطئ. But I sometimes، لكن انا احيانا think، بعتقد that my friends، ان اصدقائي are having a better time than me، عندهم وقت افضل مني. يعني مثلا انت عندك مثلا واتساب، بتدخل تشوف حالات اصدقائك، تلاقي اللي بيتفسح في البحر، واللي في الجنينة، واللي خارج يعمل شوبينج، وانت قاعد في البيت، فبتحس بقلق بقى، بتحس ان هم احسن منك حال وكده. لا، ممكن انت تكون افضل منهم، انت قاعد في البيت ومبسوط، ممكن تكون مستقر نفسيا، فمش يعني هم يعني انت حالك افضل منهم. مش كل اللي على السوشيال بيبقى كلام صح، وممكن يكون هم مش سعداء في اللحظات دي يعني. فمش كل حاجه الواحد يكون زعلان منها يعني. طيب هنا بقى هو بقى بيقول على الحكايه دي، هو مش بيحس، لما بيتفرج على الحاجات دي بيحس ان اصحابه مبسوطين اكتر منه. بعد كده بيقول بقى للمجلة، بليز من فضلكم يعني، كان يو هيلب مي، ممكن تساعدوني، ومضى اسمه يورز أسامة. ردت عليه المجلة وقالت له، ثانك يو فور رايتنج تو اس، شكرا ان انت كتبت لنا، اند يس، نعم، وي ويل تراي تو هيلب يو، نحن سوف نحاول ان نساعدك. It is normal، من الطبيعي to think، ان انت تعتقد that other people، ان الناس الاخرين are doing، بيقوموا بعمل more exciting things، المزيد من الاشياء المثيرة او الشيقة، than you، اكتر منك. But remember، لكن تذكر، you are wrong، انت مخطئ. Your friends probably feel worried، يعني ممكن اصدقائك دول يكونوا شاعرين بالقلق، just like you، مثلك. When you go to the park، لما تذهب للحديقة العامة، or the beach، أو للشاطئ، do you send photos، هل بترسل صور to your friends، لأصدقائك؟ They probably think you are having a better time، هم ممكن يفتكروك في الوقت ده بتقضي وقت أفضل منهم، than they are. Remember، تذكر، that we all work، إننا كلنا بنعمل، and relax، وبنسترخي at different times، في أوقات مختلفة. Be grateful، كن ممتن وشاكر، for the good things، للأشياء الجيدة in your life، في حياتك، and continue to work hard، واستمر في العمل الجاد. ومضت في الآخر المجلة. نروح لبيج 100، صفحة رقم 100، فيها الفوكابيولاري، المفردات للسنز 5 and 6 للدرسين الخامس والسادس. تهانينا، أو ألف مبروك، لما تحب تهني حد تقوله ألف مبروك. ألف مبروك دي اسمها congratulations، congratulations، congratulations. تهانينا، congratulations. محادثة، conversation، conversation، conversation. يجيب أو يرد، respond، respond. أخبار، news، news. شيء مؤسف أو محزن أو شفقة، pity، pity. تعاطف، empathy، empathy. تعاطف، empathy. مقابلة شخصية، interview، interview. متحمس أو منفعل، excited، excited. طيب هنحل البوب كويز، هنكمل الجمل باستخدام news، أخبار، empathy يعني تعاطف، conversation محادثة، respond يرد، وinterview مقابلة شخصية. I have a or an for a new job today.
أنا عندي مقابلة شخصية لوظيفة جديدة اليوم، مقابلة شخصية اسمها interview. We offered him a drink but he didn't. إحنا عرضنا عليه مشروب لكنه لم يرد. تمام؟ He didn't respond. You should show to poor people. ينبغي ان انت يعني تبين ايه مع الفقراء، تبين التعاطف مع الفقراء. تعاطف يعني empathy. Well done، احسنت طارق، احسنت يا طارق. That's great. دي اخبار رائعة. That's great news، انها اخبار رائعة. نكمل المفردات. يتحقق check يجتاز او يمر بس اسف او حزين sorry بنك او ضفة النهر bank مدرب coach يقلق worry قريبا او في القريب العاجل soon يتمنى hope يفتقد شخص او شيء miss يقدم او يعرف introduce لو سمعتها introduce صح برضو. okay. هنا هنقولها ايه introduce، يقدم او يعرف. تيجي تقدم شخص يبقى انت كده ايه بتقدمه introduce يقدم. نظام system حديثا او مؤخرا recently ملائم او مناسب suitable عزيز او غالي dear يعد او يجهز prepare فصل دراسي term تصاريف الافعال يسمع heard يبيع sell sold في صفحة 101 في definitions تعريفات، تعريف empathy يعني تعاطف، the ability هو القدرة to understand ان انت تفهم how someone feels، تفهم شعور شخص ما. That's أو it's a pity إنه من المؤسف أو المحزن، يعني something you say شيء أنت بتقوله to show you عشان تبين feel sad الشعور بالحزن about something تجاه شيء ما. Word الكلمة synonym المرادف و antonym العكس. مليئة بالسحب cloudy بتساوي dark أو gloomy عكسهم صافي أو نقي clear مفيد useful بتساوي good أو helpful عكسهم غير مفيد useless متزوج married عكسهم أعزب أو غير متزوج single مضحك funny بتساوي comic أو amusing عكسهم بقى جاد اللي هي serious prefixes and suffixes مقاطع بدائية أو نهاية suitable مناسب غير مناسب unsuitable. طيب متزوج married غير متزوج unmarried أضفت لها البداية UN. Greet يحيي أضف لها لاحقة ING تبقى تحية greeting. Congratulate يهني أضف لها لاحقة ION تبقى congratulation تهنئة. Unsuitable unmarried greeting congratulation. بعد كده هنحل exercise choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. I remember him as a very serious boy. أنا بتذكره كولد جد جدا. The antonym عكس of the word serious عكس كلمة serious جد is a كلمة funny مضحك. The sky is unclear السماء غير واضحة. This means ده معنى it is إنها إيه إنها مغيمة cloudy. To turn the verb عشان تحول الفعل congratulate يهني into a noun لإسم we add هنضيف اللاحقة ION يبقى congratulations. طيب سماح is single سماح عزباء. This means she is معنى كده إنها إيه غير متزوجة unmarried. في بيج 102 صفحة 102 في important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر هامة. يتحسن get better سعيد لرؤيتك great to see you إنه من المؤسف it's a pity كيف تسير الأمور فيه how is it going at
يبين التعاطف show empathy. show empathy. لديه مقابلة شخصية have an interview. have an interview. يجري مقابلة شخصية do an interview. do an interview. لابد وأنه صعب that must be difficult. that must be difficult. يقوم بأداء ساعات من الواجبات المنزلية do hours of homework. هنا طبعا كلمة ساعات hours ما بننطقش الاتش بتبقى silent. do hours of homework. كيف هي الأحوال how are things. how are things بتساوي how are you يعني كيف حالك. خمن ماذا guess what. guess what. prepositions حروف جر سعيد من أجل happy for. happy for. يجهز لي prepare واسم الشيء اللي بيجهزه for. prepare for. تهانينا على congratulations on. congratulations on وبيجي بعدها لأما اسم لأما الفعل متضاف له ing. يرد على respond to. respond to. في page 104 في reading and listening skills مهارات القراءة والاستماع عندنا هنا في بعض المحادثات والمحادثات طبعا مهمة جدا عشان ممكن يعني تجينا في الايه سؤال المحادثة في سؤال الدايلوج فنركز مع بعض. اول حاجة علي بيكلم ياسر بيقول له هاي ياسر اهلا يا ياسر are you coming to football practice on Thursday انت هتيجي تدريب كرة القدم يوم الخميس فقال oh hello علي اهلا يا علي no I can't come لا استطيع المجيء this week الاسبوع ده my granddad جدي is in hospital في المستشفى again مرة اخرى I have to look after my little brothers وانا علي ان انا اعتني باخواتي او اشقائي الصغيرين why my mom بينما مامتي goes to visit him هتروح تزوره فعلي قال I am sorry to hear that انا اسف لسماع ذلك حزين لسماع ذلك لما حد بعد الشر يقول لك خبر مش كويس تقول له I am sorry to hear that انا اسف لسماع ذلك I hope he gets better يعني اتمنى ان هو يتحسن soon قريبا it's a pity يعني من الشفقة that you can't come ان انت او حاجة محزنة يعني انت مش هتيجي maybe see you next Thursday then يعني ربما اشوفك يوم الخميس القادم فرد عليه قال له thanks علي شكرا يا علي المحطة التانية ما بين ياسر وعلي بردك تاني ياسر شافه بعد مدة فبيقول له او يعني في اليوم التالي فبيقول له هاي علي اهلا يا علي guess what خمن في ايه I am in the football team انا فريق كرة القدم the coach المدرب told me اخبرني after school practice last night بعد تدريب كرة القدم الليلة الماضية فقال له علي ايه well done احسنت ياسر ياسر that's great news دي اخبار رائعة طبعا لما حد يقول لك خبر كويس وعايز تهنيه تقول له well done احسنت congratulations يعني الف مبروك وهكذا طب هنا بتكلم سلمى بتقول لها هلو سلمى اهلا يا سلمى how are you كيف حالك great to see you من الرائع ان اراك فقالت لها how is it going at your new school طيب قالت لها من الرائع ان انا شفتك يعني مدرستك الاحوال ماشيه فيها ازاي are you enjoying it انت بتستمتعي بيها بالمدرسه الجديده فقالت هلو هنا اهلا يا هنا great to see you too من الرائع ان اراك ايضا the new school المدرسه الجديده is really hard حقا صعبه I don't know anyone أنا معرفش أي حد and I feel everyone is much cleverer than me وبعتقد أن كل واحد هناك يعني أشطر مني I have to do hours of homework every night وكمان علي أن أنا أعمل ساعات من الواجبات كل ليلة فهنا قالت لها that must be difficult يبدو ذلك صعب يعني إيه قوي يعني but don't worry لكن ما تقلقيش I am sure أنا متأكدة things will get better إن الأمور سوف تتحسن. You were always أنت كنت دايما the best student in our class أفضل طالبة في فصلنا. في صفحة 105 هنا بتكلم هدى بتقول لها هاي هدى أهلا يا هدى how are things كيف تسير الأمور كيف هي الأحوال معاكي فقالت هلو هنا أهلا يا هنا fine thanks بخير شكرا I passed my English exam أنا اكتست أو نجحت في امتحان الإنجليزي بتاعي. فهي بقى قالت لها ايه congratulations تهانيئي الف مبروك I am so happy for you انا سعيدة جدا ليكي everyone knows الكل يعلم that's a really difficult exam ان هو كان امتحان صعب حقا بعد كده في صديقتنا انجي بعت لسلمى ايميل بتقولها هاي سلمى اهلا يا سلمى
How are you? كيف حالك؟ I hope you are enjoying your new school. يعني أتمنى أن أنت تكون بتستمتع بالمدرسة الجديدة بتاعتك. We really miss you. نحن حقا نفتقدك. أنت وحشانة. I am fine. أنا بخير. But there is some bad news. لكن في بعض الأخبار السيئة from school من المدرسة. Mrs. تهاني الأستاذة تهاني is leaving. رحلت. أو بترحل يعني خلاص ماشية من المدرسة. She is such a good science teacher. هي كانت مثال يعني للمعلمة العلوم الجيدة. And we are feeling very sad. وإحنا كلنا بنشعر بالحزن. I have some good news too. وكمان عندي بعض الأخبار الجيدة. Guess what? خمني في إيه؟ My parents say يعني والداي قالوا I can go on the school trip إن أنا ممكن أو أستطيع إن أنا أذهب للرحلة المدرسية to أمان لعمان. I am very excited. أنا متحمسة جدا. There are many amazing places. في أماكن كتيرة مذهلة to visit there. ممكن نزورها هناك في عمان. The trip is in March. الرحلة في مارس. And I can't wait. وأنا لا أستطيع الانتظار. So what's your news? طب إيه إيه بقى أخبارك؟ Write soon. اكتبي لي قريب. وماضي اسمها إنجي. بعد كده صديقنا تامر بعت لطارق بردك إيميل بيقول هاي طارق. أهلا يا طارق. How is it going? كيف تسير الأحوال؟ Congratulations on تهنيئي أو ألف مبروك على passing your math test. إن أنت نجحت في امتحان أو اختبار الرياضيات. Do you have more exams? هل عندك أنت المزيد من الامتحانات next term؟ الترم التالي؟ The news from me. الأخبار بقى من ناحيتي is that we are moving to a new house. نحن انتقلنا أو عزلنا المنزل الجديد. I am so excited. أنا متحمس جدا فرحان يعني because my bedroom عشان غرفة نومي in the new house في البيت الجديد is very big كبيرة قوي. I have got some bad news too. وكمان عندي بعض الأخبار السيئة. I am sharing the room with my brother. أنا بتشارك الغرفة مع أخي. But this is only for a week. بس ده بس لمدة أسبوع. Until his room is ready. حتى يعني تجهز الأوضة بتاعته. لغاية لما الغرفة بتاعته إيه تجهز. نكمل في الصفحة اللي وراها. دي آخر بيج معانا. وبيقول له I am looking forward to meeting you in the summer. أنا بتطلع لمقابلتك في الصيف. Do you want to go swimming? هل تريد أن تذهب للسباحة or sailing ولا للإبحار at the beach في الشاطئ this year هذا العام؟ I can't wait. لا أستطيع الانتظار to see you حتى أراك. Write soon. اكتب لي قريب. تامر. وماذا اسمه تامر؟ هنا دينا بتقول My name is دينا. اسمي دينا. I am Egyptian. أنا مصرية. But my mother like mommy is from England. من إنجلترا. I live with my parents. أنا بعيش مع والداي. My brother أخي. My sister أختي. And my grandparents وأجدادي. Who do you live with? أنت بتعيش مع مين؟ Write soon. اكتب لي قريب. From دينا. من دينا. هو ده؟ بعت الجنة. بتقول هاي جنة. أهلا يا جنة. How are you? كيف حالك؟ I hope you are well. يعني أتمنى أن أنت تكوني بخير. Guess what? خمني في إيه؟ I have passed my math exam. أنا نجحت في امتحان الرياضيات بتاعي. I am really happy. أنا حقا سعيدة. But my brother, لكن أخويا didn't pass. ما نجحش. He is working hard. هو بيعمل بجد to pass it عشان يجتاز الامتحان ده أو ينجح في الامتحان ده next time المرة الجاية. It's raining today. النهاردة المطرة بتمطر. So I am happy. عشان كده أنا سعيدة. Sitting in my bedroom. بالجلوس في غرفة نومي. I am playing a game. بلعب لعبة with my sister. مع أختي. What's your news? إيه هي أخبارك؟ Write soon. اكتبي لي قريب. وماضي اسمها هدى. بعد كده ده بيقول This is a photo of a market. دي صورة لسوق. In the foreground towards the left. يعني في المقدمة كده من ناحية اليسار. We can see a man. شايفين رجل. I think it is his job. أعتقد إن ده المحل بتاعه. And he is selling fruit. وهو بيبيع فاكهة. And other things وأشياء أخرى. In the middle. في منتصف of the picture صورة. We can see a man. نستطيع أن نرى رجل. On a bicycle. على دراجة. He is carrying something. هو شايل شيء. On the right على اليمين we can see two women. نستطيع أن نرى سيدتين. I think أعتقد they want to buy something. إن هم عايزين يشتروا شيء. In the background في الخلفية we can see some other people. نستطيع أن نرى بعض الأشخاص الآخرين. خلصنا سيشن النهاردة. تمنيتي لكم بدوام التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.